معي الآن السيدة وداد حلواني، وهي أشهر من أن تعرف. يعطيك العافية أول شيء، ليش منعتوا؟ شو انطلب منكم بالضبط؟ يبدو نحن جايين بكل تهذيب، جايبين نحن جايين ننتخب ونمارس حقنا بانتخاب ممثلينا بالبرلمان، فمنعنا لأنه نحن بركي فكرونا جايين ننافس، لأنه نحن حاملين لائحة المفقودين بكل لبنان، وهيدي كأنه والخرز الزرقاء تينحمى لبنان بده يحل قضية 17,000 مفقود من ولاده. وبالتالي ما شفنا حتى كمان الشعارات، يعني بالنسبة لكل الشعارات الأحزاب، يبدو الخرز الزرقاء يلي نحن حاملينها خرزة قانون المفقودين هي مخرز بعيونهم، ما بدهم يشوفونا، ما بدهم يعني إذا فين يلحقونا بالمفقودين أهلنا ما رح يقصروا. بدي كنا جايين نقله لمعالي الوزير يلي جايين ننتخبه تنقله في اتفاقية محطوطة بالجرور عنده تيجمعوا الريق من أهالي المفقودين ليقدروا يتعرفوا على أهالينا إذا لقيون أحياء ولا أموات، بس بده يمضي. جايين نقله أمتى رح تمضي تننتخبك. شو طلب منكم بالضبط؟ ليش طلب منكم؟ طلب منا انه هاي منطقة امنية عسكرية ممنوع نحمل يافطاتنا، علما انه الشعارات متلية الارض كلك بتشوفوها على كاسكتات وعلى تيشرتات وعلى الوراق الحاملينة، كل مندوبي احزاب السلطة موجودين وغير ممنوعين. نحن حاملين شعاراتهم بس محولينا لشعارات للمفقودين من اجل اقرار قانون للمفقودين لنطوي هالملف. ما بعرف ليش بخافوا منا، ما بعرف ليش بخافوا من شعاراتنا، علما انه هي شعاراتهم، اذا بتشوفوا هي شعاراتهم.